احلى تحيه لكل مشاهدين روتانا خليجيه، تحيه مني لكم من هدى صلاح وفريق برنامج سيدتي، برنامجكم اللي كل يوم تتابعونا ودائما يعجبكم وحب تواصلكم معنا. اليوم يا مشاهدينا الاعزاء راح تكون معنا في الاستوديو في استوديوهاتنا في ابو ظبي المصممه سماحه العلول اللي راح تعطينا افكار عصريه لتصميم الديكورات المغربيه، وفي فقرتنا الثانيه راح تكون معنا الفلسطينيه نور داوود هي ضيفة مميزة وبطلة سباقات الدريفت في ضيافتنا إن شاء الله اليوم. رح أروح لزميلاتي في جدة والرياض أتعرف على فقراتهم ومسي عليهم. مساء الخير يا خلود، أخبارك؟ يسعد لي مساك يا هدى ومساء كل مشاهدي الكرام في كل مكان في الوطن العربي والخليج، حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي، فقرات منوعة مختلفة نتناولها من استديوهاتنا في جدة والرياض والإمارات. أما من جدة وبعد ما تعرفنا على فقراتنا أو فقرات زميلتي هدى في الإمارات، اسمحوا لي بس أعطيكم فكرة عن فقراتي من هنا من جدة. اليوم حنتكلم على تأثير الخمس سنوات الأولى من حياة الإنسان على سير حياته المستقبلية. طبعا هذا حنعرفه من خلال فقرة ميكانيزم التغيير، وكمان عندي فقرة ثانية حتكون فقرة صحية حنتكلم على الماء وتأثيره في إنقاص الوزن. ليس هذا فحسب، إنما بجانب العديد من الفقرات المنوعة والمختلفة اللي إحنا دائما وأبدا حريصين أن نقدم لكم هي من خلال برنامجنا اليومي والمباشر. وأكيد زميلتي رنيم عندها الكثير. يسعد لي مساك يا رنيم. يسعد لي مساك يا خلود ومسا هدى ومسا طبعا كل مشاهدينا الكرام متابعي سيدتي في كل مكان. طبعا تعرفنا على فقراتكم المتنوعة. بالنسبة لنا من الرياض اليوم نتعرف على سيدة سعودية وزوجها اخترعوا آلة لنزع الكافيين من القهوة العربية. ليه؟ لأن مشاهدينا من المعروف أن القهوة العربية تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، لكنها طبعا لذيذة وذات نكهة خاصة. أكيد التفاصيل مشاهدينا متعرف عليها أكثر خلال الحلقة، لكن الآن نرجع مرة ثانية لأبو ظبي. المسي على هدى والجميع بالخير، وطبعا نبتدي سيدتي لليوم. يا مساء الورد يا هدى. مساء الخير والسرور، اني يعطيك العافيه انت وكل الفريق العامل في استديوهاتنا في الرياض. طبعا ما اقول لك ايش الاجواء عندنا، اجواء جدا حلوه. مثل ما كان عندكم مطر، احنا بعد جانا مطر ما شاء الله اليوم. اكيد مشاهدينا قبل ما نبدا الحلقه دائما احب دائما اذكركم انه تقدرون تشوفون الحلقات والفقرات اذا فاتتكم فقرات تهمكم وتخصكم، تقدرون تشوفونها على اليوتيوب اللي تشوفون الحين على الشاشه. ودائما وابدا لا تنسون تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وانستغرام. راح نروح جوله سريعه لاهم عناوين حلقه اليوم وراجعين لكم. في سيدتي اليوم، أخطاء يرتكبها الوالدين في تنشئة أبنائهم، أفكار عصرية لتصميم الديكورات المغربية، الماء يمنع السمنة فلماذا لا تشربين حاجتك من الماء، روتانا تنقل رائعة روميو جولييت إلى دبي، سعودية وزوجها يخترعان قهوة عربية منزوعة الكافيين، نور داوود بطلة سباقات الدريفت للسيارات في ضيافة سيدتي. كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم مثل ما شفتوا، يعني خصوصا موضوع إنقاص الوزن بالماء هذا موضوع جدا حلو، كثير مواضيع ثانية. وضيفتنا المميزة نور اليوم راح تكون بطلة معانا في استديوهاتنا في أبو ظبي. راح أروح الجولة الأهم الأخبار السعودية لليوم، لكن مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم. شكرا لك يا هدى، فعليا مواضيعكم جميله مهمه جدا، تحديدا موضوع المي يا هدى، لان الناس في الشتاء عاده تنسى اصلا شرب المي، فاكيد بانتظار فقراتكم المتنوعه. اذا مشاهدينا الى جوله سريعه في اهم الاخبار في الصحف السعوديه، وبدايه مع خبرنا الاول اللي اخذناه من صحيفه الوطن بعنوان حقوق الانسان تستنكر شرط منع الحمل لتعيين موظفات الحرم النبوي وتعتبره تمييزا. في التفاصيل، دخلت جمعية حقوق الإنسان على خط قرار إلزام إدارة الحرم النبوي للموظفات المتقدمات لعدم الحمل، ووصفته بأنه قرار ينطوي على تمييز ضد المرأة، مطالبة بإعادة النظر فيه. جاء ذلك على خلفية إلزام إدارة الحرم النبوي الشريف المتقدمات المتزوجات بشرط عدم الحمل طيلة فترة العقد الموقع كشرط للقبول في الوظائف الموسمية، كون تلك الوظائف تتطلب جهدا حركيا قد لا يتوقع
التوافر في المرأة الحامل. إذا مشاهدينا هذا الخبر كان يعني مع وضد البعض، أكد أن يعني الجهة الموظفة لهم حق يعني يعتبر نوع من حقوقها، لأن هذه المواضيع موسمية بداية ما تأخذ وقت طويل، وفعليا بحاجة إلى الكثير من المجهود طبعا سواء الجسدي أو النفسي، ممكن يكون صعب على المرأة الحامل. كان في آراء مع وضد، ونشوف طبعا إذا بتغير القرار أو بيظل مثل ما هو. خبرنا الثاني أخذناه من صحيفة الحياة بعنوان بحث شرعي يؤكد حق المرأة فسخ العقد في حال مخالفة الزوج له. في التفاصيل، أوضحت الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح، أنه ظهر لها من خلال نتائج البحث مكانة عقد الزواج في الإسلام وأنها عظيمة جدا، فقد شرعه الله لحكم مصالح عدة، وأن الشروط في النكاح هي إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه من منفعة للطرفين. كما لفتت إلى أن اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها هو شرط صحيح ويجب على الزوج الوفاء به. إذا مشاهدينا ننتقل إلى خبرنا الثالث، أخذناه هذه المرة من صحيفة الرياض بعنوان التربية تفاعل 400 نادي مدرسة في أحياء متفرقة من مدن المملكة. في التفاصيل، انتهت شركة التطوير للخدمات التعليمية من إكمال نحو 400 نادي في أحياء متفرقة من المملكة، وتعمل على افتتاح 100 نادي أخرى جديدة خلال العام الحالي 2015. وتستهدف أندية مدارس الحي أفراد المجتمع، خصوصا طلاب وطالبات التعليم العام من الجنسين وأسرهم وسكان الحي، إضافة إلى فئة رياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. إذا مشاهدين فعلا هذا كله في خطة موحدة، وهي تفعيل أحياء المملكة بشكل عام إلى أحياء متكاملة وأحياء ذكية. ومن بين الخطة الموضوع أن يكون في أندية في كل حي، وأن يكون فعلا موفي لمتطلبات شباب أو حتى سكان هذا الحي، سواء مثل ما ذكرنا من طلاب المدارس أو حتى طبعا من كبار السن. إلى خبرنا الرابع مشاهدينا، وهو بعنوان وفاة فتاة في العاصمة الرياض بسبب إصابتها بالفيروس كورونا. في التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرياض وتسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في الرياض. وبينت الوزارة أن الحالة المصابة هي لمواطن يبلغ من العمر 62 عاما، والمتوفاة هي امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي من الحالات المسجلة سابقا. إذن رحمة الله عليها. وفي حال مشاهدينا أي اشتباه بمثلا مرض أخذ فترة طويلة أو بعض الأعراض، البعض أحيانا يستهين يعتبر أنه مجرد مثلا دور برد بسيط، لكن مشاهدينا فعليا هو موسم عمره أساسا. بعض الأشخاص ممكن يكون في الأراضي المقدسة وجاء، أو بعض الأشخاص ممكن يكون أيضا متواجد لا سمح الله في منطقة مثلا بعيدة وعاد إلى المملكة. ففي حال أي اشتباه يرجى طبعا التواصل مع الجهات المسؤولة طبعا حفاظا على صحة المواطنين والجميع. مشاهدينا إلى الخبر الخامس والأخير من صحيفة الرياض بعنوان الغذاء والدواء تلزم المصانع والمستوردين بإدراج منتجات التجميل تدريجيا. في التفاصيل، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ستطبق الإدراج الإلكترونية الإلزامية على منتجات التجميل المصنعة محليا والمستوردة بناء على نوع المنتج ابتداء من الأول من أبريل من العام الحالي 2015. وكما يلزم القرار مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية بالحصول على ترخيص من الهيئة لإدراج منتجاتها، وذلك حفاظا على الصحة العامة. إذا مشاهدين فعليا في حملات تفتيشية كثيرة على منتجات التجميل، لأن بعضها يكون بعض يعتبرها مثلا مقلدة أو حتى أنها أصلا مغشوشة وغير صارحة للاستخدام، وتباع على أنها منتجات عادية، لكن هذا طبعا كله مشاهدين ضرب الصحة، وبالتالي طبعا هذه خطوة مشكورين عليها وإن شاء الله تطبق في السريع العاجل. مشاهدين جولتنا الإخبارية انتهت، لكن أكيد طبعا كالعادة فقرات نفس سيدتي دائما متنوعة، ونتابعها بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع: عائلات سعودية ترفض تزويج بناتها لمبتعث، وفاء أرملة خليجية لأبناء ضرتها، ودليلك لتكون واثقة سيدتي، عالمك في مجلة سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها.
الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، أخطاء يرتكبها الوالدين في تنشئة أبنائهم.